قربوا بيع عقائد الناس، دي أسوأ البرامج دي، والله أنا أشوفها أسوأ من البرامج الثانية، برامج الأغاني والمسلسلات وغيرها، دي برنامج سوء. لكن دي أخواننا برامج تقدح في العقيدة. ابن آدم يعتقد عقيدة زي دي صايم ليه؟ يعتقد إنه غير الله بينفع ويضر، وأنه يملك مع الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال: قل ادعوا الذين زعمتم فلا يملكون، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. العلماء قالوا الآية دي قطعت شجرة الشرك من أصلها، من أصلها. ليه؟ لأنه ربنا قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. ومن دون الله سواء كانوا أنبياء أو كانوا ملائكة أو كانوا جن وشياطين أو كانوا صالحين، ربنا قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ربنا نفى عنهم الملك. ما أنا بدعو إنسان أو بدعو صالح أو بدعو غيره، ليه؟ قد يكون هو يملك مع الله، ده سبب. ربنا قال: فلا يملكون مثقال ذرة، يعني الذرة بعض العلماء يقول هي النمل الصغير، فلا يملكون مثقال ذرة، ملك مع الله ما عندهم في السماوات ولا في الأرض. طيب قد يكون هو الموضوع ده ما ملكه، لكن مشارك الله فوق. ربنا قال: وما لهم، يعني لهم الضمير راجع لمنه؟ للناس اللي بندهوهم مع الله. وما لهم فيهما، يعني ما لهم في شنو؟ في السماوات والأرض. وما لهم فيهما من شرك، يعني ما عندهم مع الله شنو؟ مشاركة، ما ساعدوا الله في حاجة. عشان كده ربنا قال: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: أنتم الشركاء دين ال بتدعوهم وبتعتقدوا فيهم من دون الله سبحانه وتعالى، هل هؤلاء الشركاء خلقوا خلقا يشابه خلق الله؟ ها؟ يعني في مويه خلقها الله وفي مويه خلقوها الجماعه دي؟ انت ما عرفت المويه بتاعت الله من مويه الجماعه دي؟ ما عرفتها. تشابه الخلق عليهم، عشان كده ربنا قال: وما لهم فيهما من شرك. طيب هم ما مالكين مع الله حاجه. كويس. قد يكون لهم مشاركه، ربنا قال: وما لهم فيهما من شرك. طيب قد يكون ما عندهم شراكه، لكن قد يكونوا ساعدوا ربنا سبحانه وتعالى في حاجه. ربنا قال: وما له، له منه الله سبحانه وتعالى، الله ما عنده منهم وما له منهم من ظهير، اي من معين ومن نصير ومن وزير، وما له منهم من ظهير. طيب قد يكون ما عندهم ملك وما عندهم شراكه ولا اعانوا ربنا سبحانه وتعالى، لكن قد يكون عندهم مكان عند الله، قد يكون عندهم مكان عند الله سبحانه وتعالى، فبالمكانة دي ممكن يشفعوا. ودي أخواننا المشكلة ذاتها. ربنا قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن ما في داعي تعتمد في زول، لأنه الأربعة دي منفية عنه، أربعة منفية عنه، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني ذاته لو عنده مكان عند الله ما بيشفع عند الله إلا الله يأذن له. الليلة مثلا ممكن أنا أشفع في مدير شركة، أقول لك: يا أخي اسمع، فلان ده ما قريبني يا أخي، أنا دار أشتغل معه، أنا عندي شهادات وقدمته وما شالوني. يا أبو يا أخي، ما الزول ده ما مدير الشركة، الزول ده زمان لما كان طالب كان بيجي يقعد معاك في البيت لغاية ما تخرج من الجامعة، أمشي أشفع عليه عنده، خليه يشغلني معاه.
مدير الشركة بيقول له شنو؟ بيقول له والله ما كم ما فلان ده أنا ما بقبلك، صح؟ كم ما فلان. طيب الكلام ده عند الله هل يجوز على الله؟ يجوز على ربنا سبحانه وتعالى. شاكد حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لا يشفع حتى يؤذن له. شاكد شوف ربنا سبحانه وتعالى من عظمته، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من اللي بيقدر يشفع عند الله إلا بإذنه تبارك وتعالى. ولذلك يوم القيامة، يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتي للشفاعة الكبرى يخر ساجدا ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه، فيثني على الله ويحمد الله سبحانه وتعالى حتى يأذن له الله فيقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. طيب يا أخوان، إذا كان دي عند البشر ما في الأربعة دي لا يمكن أن تكون في حق الله، لماذا يتوجه ابن آدم لمخلوق زيه؟ ودي يا أخوان أهم مسألة، وهي التي من أجلها شرعت هذه الشرائع ومن أجلها أرسلت الرسل، وهي مسألة التوحيد. وكثير من الناس يظن أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن لهذا الكون خالقا غير الله. يقول لك ناس أبو جهل دل ما قاعدين يعبدوا الأصنام دي لأنه بيعتقدوا أنها بتنفعهم وبتضرهم وأنها خلقتهم وأنها بترزقهم. لا، دي كلها ما بيعتقدوها في ناس بيعتقدوا انه الله خلقهم براو، وانه الله خلق السماوات والارض، وانه الله بيرزقهم، وانه الله بيصرف امورهم كلها. الدليل شنو؟ الكلام ده في القران. ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. ولئن سالتهم دي للمشركين، ما للصحابه، للمشركين. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض. ودي يا أخواننا في باب المناظرة النبي صلى الله عليه وسلم بناظره. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. اللي بيسوي الحاجات دي كلها منه؟ ربنا قال فسيقولون الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ ربنا سبحانه وتعالى عمل الأمور دي كلها، فهل إله يستحق العبادة مع الله؟ هذا معنى. معنى آخر، هل من إله فعل هذه الأمور مع الله؟ ما في. يا أخي المشركين عارفين إنه مش كده، اللي بنجيبه في الشدائد الله، عشان كده ربنا امتن عليهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. المشركين كانوا بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى في الشدة في الشدائد، عشان كده ربنا امتن عليهم. أما يجيب المضطر إذا دعاه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. يعني زعتوا هم مقرين وما حيغلطوا، لو جاءتكم الساعة أو جاءكم عذاب من الله سبحانه وتعالى هل حتفزعوا لغير الله؟ ربنا قال لك ما حيقدروا يفزعوا إلا إلى الله سبحانه وتعالى. الليلة نحن مشكلتنا وده قاعد في الإعلام،
يصل لك يقول لك انا ما دار اذكر لك اسمع، لكن ده موجود، تخش النت راجع الكتب بتلقاه كلام كثير وموجود. يقول لك قولتي كالبرد لاح، قولتي يعني انت لما تنادي البني ادم المعين ده الشيخ ده، قال قولتي كالبرد لاح يعني بيجيك زي البرق سريع. قال ابويا الشيخ يغطي الكون بجناح، يعني محل ما انت كنت الزول ده بيصلك. قولتي كالبرق لاح ابويا الشيخ يغطي الكون بجناح. وفي زول هنا قاعد هنا في ابو ادم دي يقول لك يعني قولتي برضو كالبرق وينش نادي فلان كالبرق وينش او شنو كده، قال يلف الغرقان سوال وينش. يا ناس يلف غرقان شنو يا خل بيلفاك الله. ابو جهل عارف الموضوع ده، ابو جهل لما يقع بيطلب الوينش من الله، انت تطلب الوينش من الشيخ؟ ابو جهل ذات قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين، بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون، واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. من أسوأ ما يضخ للمسلمين في رمضان البرامج الزيديه، برنامج يقول لك الان في مسجد فلان والقبه الفلانيه وفيها الانوار والناس يزوروا والبركات والكرامات المزعومه ومشاركه ربنا سبحانه وتعالى في خصائصه من علم الغيب ومن انزال المطر ومن الخلق ومن احياء الاموات ومن غيرها من الصفات التي لا يتصف بها الا الله سبحانه وتعالى. يدي جنى يا اخو انبياء ما ادوا نسوان جنى. ربنا قال وزكريا اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، ربنا قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، ربنا قال فاستجبنا له واصلحنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الانبياء لما يقعوا في الشدائد بيسالوا ربنا سبحانه وتعالى. نوح ربنا قال فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، ربنا قال ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ربنا بينصر الإنسان. رمضان ده شهر بتاع عقيدة، كثير من انتصارات المسلمين كانت في رمضان، وكان سببها الأول العقيدة الصحيحة، عقائد غزوة بدر، الصحابة رضي الله عنهم، الناس يعرفوا تفاصيل هذه الغزوة، قلة من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه القلة. واذكروا إذ أنتم شنو قليل مستضعفون، ربنا امتن بها على المسلمين وعلى المؤمنين في هذه الغزوة. بماذا نصرهم الله؟ أول ما يستقبل به الإنسان رمضان العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة. يخفي رمضان، رمضان يملوا لك قعاد مع الرمالين ومع ستات الودع ومع برامج السحر، ودي قنوات خليها، دي قنوات بقت متخصصة برا، قنوات بتاع السحر. الو ايوه انت من وين؟ انت من كده وامك اسمها كده والحاصل كده، ادعاء لعلم الغيب. ربنا سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. أنا بستغرب زول يمشي ليه زول قل لا أرقد لي خيرة ولا أعرف لي كده ولا يقول لك شيخنا ده زي ما قال واحد طردوه من السودان طردوه من الإمارات، قال أنا الجاية في البلد دي ما بعرفها لكن أبويا الشيخ بيعرفها باسمه شيخ التكسي، كويس؟ قال الجاية في البلد أنا ما بعرفها لكن أبويا الشيخ بيعرفها يعلم الغيب. جاء في البخاري
وهذه القصة يا أخواننا كانت سبب في أن يشرع التيمم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه الصحابة، وذيل الأولياء ذاته، سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، وفيهم أبو بكر وفيهم علي رضي الله عنه وأسيد بن حضير وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففقدوا نزلوا منزلا ففقدوا عقدا لعائشة رضي الله عنها، وهذه الحادثة غير الحادثة التي تسمى بحادثة الإفك، حادثة ثانية. كانوا في سفر، فعائشة رضي الله عنها فقدت العقد، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس حتى يجدوا العقد لغاية ما يلقوا السلسل ده. فحضر وقت الصلاة ولم يكن مع الناس ماء، ولم يكونوا على ماء، لا شاربين موية ولا نزلوا في موية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني اثنين من الصحابة يبحثون عن الماء فلم يجدوا، حتى كاد وقت الصلاة أن يخرج، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والنبي صلى الله عليه وسلم نائم وقد وضع رأسه على فخذ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت فجعل يطعن في خاصرتي ويقول حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه الآية، آية التيمم، فتيمم الناس حتى قال أسيد بن حضير رضي الله عنه قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني قال دي أي حاجة تحصل لآل أبي بكر يكون فيها خير للأمة. فنزلت آية التيمم، ولما أرادوا أن يرتحلوا ورحلوا البعير قوموه، قال وجدوا العقدة تحته. الشاهد من القصة دي شنو؟ الشاهد إنه العقد ده انقطع وانتظروه وفتشوا عنه وهو موجود تحت البعير عائشة رضي الله عنها، وما عرفوا محل الأولياء ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بني آدم غيرهم يعلم الغيب؟ كيف مع غاية موجودة؟ يقول لك وماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. الكلام اللي قلته لك ده، الكتاب الموجود فيه الكلام ده يباع في الدار السودانية للكتب وعنده رقم إيداع، وتتبناه محلات كبيرة جدا. قال عليم بالغيب باطن وظاهر، والرسول عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة ما علموا العقد، العقد ما عرفوا. كويس. ربنا لما أراد أن يبتلي المؤمنين يوم أحد وأصابهم ما أصابهم، ودخل الحزن في نفوس بعض الصحابة على أن أصاب المسلمين ما أصابهم وعلى أن استشهد منهم من استشهد، ربنا سبحانه وتعالى عز المؤمنين بآية في سورة آل عمران. ربنا قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لكن ربنا قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الصحابة ربنا قال لهم وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فمن أعظم المهمات والمسائل يا أخواننا في رمضان، رمضان ده شهر بتاع عقيدة، عقيدة صحيحة، يحذر الإنسان فيه من أن يداخل إيمانه
وتوحيده وعقيدته شيئا من شوائب الشرك بالله سبحانه وتعالى. الأذان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثانيا، لابد للإنسان يا أخواننا أن يحذر من كثير من العادات التي تكون بين يدي رمضان، وأن يعلم الإنسان أن هذا الشهر شهر مغفرة بشرط، شهر مغفرة بشرط، كما جاء في الحديث: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. في عادة سيئة جدا، خلونا نكون صريحين شوية، وهي عادة الزنا، يسمونها بغير اسمها، يقول لك خمر رماد، ومعناه زول اللي بيعملها ده أصلا زول ما متزوج، لأنه لو أصلا زول متزوج ربنا سبحانه وتعالى أباح لك في ليالي رمضان أن يقضي الإنسان شهوته، كما قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وسبب نزول هذه الآية أن الصيام في بداية الأمر كان إلى أن يصلي الإنسان العشاء، فإذا نام الإنسان حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى اليوم الثاني. يعني جاء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد عمل في يومه ثم أفطر وصلى فنام، فلما أصبح كان قد أصابه الإعياء، ثم جاء عمر رضي الله عنه وقد أصاب من أهله، فنزلت هذه الآية. فده أخواننا ده زنا، ده شغل بتاع زنا، وده من العادات السيئة جدا الموجودة في رمضان. وفي ناس الموضوع ما بقف معهم في البداية بتاعت الشهر، بيواصلوا عادي، مما الناس يمشوا يشربوا المويات، يكون عنده واحدة مواعدة يضرب لها ويمرقوا، يجوا راجعين الساعة 12 بالليل، واحدة بالليل، ناس يمرقوا حدائق وغيره وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر كلها. الإنسان يبعد من الكبائر حتى ينال المغفرة في هذا الشهر. أيضا يا أخوانا، الإنسان يبعد من مضيعات الأوقات، من مضيعات الأوقات، الضمنة، الكشتينة. في ناس يقول لك: والله لا ضمنة لا كشتينة لا، ده ما كله ما عندنا، لكن تلقاه شغال فيسبوك واتساب وشنو يومه كله. يا زول انت عندك شنو انت كويس؟ في تلقاه صامي قدومه وراكب في المواصلات فاتح الواتساب، الشغل. يقول لك: يا زول احنا ما ساكتين من الناس، لا تكلمت مع زول ولا ضربت زول، مالك معي يا زول؟ يا زول ده شهر بتاع شنو؟ ده شهر واتساب، ها؟ ده شهر واتساب، ده شهر ونسة. فدي أخواننا كلها مضيعات بتاعت أوقات، ده غير البرامج بتاعت ضياع الونس، الأندية بتاعت مصارعة، يقول لك دارين نقضي اليوم، اليوم ده سخن، أها، يقول لك في جنريتر هناك خاصة مع الكهرباء القاطعة دي كويس، ويمشي يقعدوا يلعبوا بلياردو وبلاي ستيشن وغيره من الأمور، ويضيع الإنسان إذا ما كان فيها سب دين. طبعا ده كده خليها جنبه، إذا ما فيها سب دين وما فيها ألفاظ محرمة وفاحشة وما فيها غيبة ونميمة وكده، بس بيلعب لعبته دي برضو فيها ضياع، هذا إذا خلت هي نفسها من المحظورات الشرعية. فالإنسان لابد أن يبعد من مضيعات الأوقات في رمضان. وأن مسألة تكسير الزمن في رمضان يا أخواننا مسألة يترفع عنها الإنسان، يقول لك دارين نكسر الزمن، عشان كده في ناس تلقاهم بيسهروا، يمشوا يلعبوا كورة ويمشوا وين ويمشوا وين.
الساعة 4 صباحا أو 5 صباحا يخش البيت، يقوم يتعشى أو يتسحر وينوم، ثاني ما يصحى إلا العصر أو قريب المغرب، يكون ضيع شنو؟ ضيع الصلوات. هذا أيضا من المحظورات الموجودة في رمضان. واحد تلقاه صايم وتلقاه ما بيصلي الظهر، ثابت في رمضان ما بيصلي الظهر، فقد صفضت الشياطين، الشياطين صفضت. الإنسان يا أخواننا لابد أن يكون له عزيمة، لا يكون الإنسان يعني منهزم تقهره نفسه ويتبع هوى نفسه في أقل الأمور وفي أتفه الأمور. لابد أن يكون للإنسان عزيمة حتى يستطيع أن يغير وأن يجعل شهر رمضان لا يتعامل مع شهر رمضان كأنه شهر أو فترة بتاع التعذيب، أو أن رمضان فترة بتاع التعلم صبر فقط، وإنما يتعود على أن رمضان فيه نيات، نية الصيام، وفيه نية البعد من المعاصي، وفيه نية ختم القرآن وتلاوة القرآن، وأن يقرأ الإنسان في سير السلف الصالحين في رمضان. السلف كان عندهم شأن عظيم في رمضان. رمضان إذا دخل عليهم ما تسمع إلا صوت القرآن، وما ترى إلا المصاحف، وما تسمع بالليل إلا قراءة القرآن والصلاة والتسبيح والذكر والاستغفار. أيضا يا أخوان الإنسان مما يمنعه من الاستمتاع في هذا الشهر بالقراءة وبالصلاة وبغيرها من الأمور الشبع الشديد. الإنسان في المويات يقول لك والله الليلة اليوم ده صعب، خلي لي بيجك الأبري ده، بس خلي لي بعيد تقدر تنتقم ولا كويس، يقول لك الجك بتاع الأبري ده خلي لي وبراه، فيشرب وما يقدر يجي صلاة العشاء، تلقاه يقول لك والله أنا تعبان ومكسر، وإذا جاء صلاة العشاء تلقاه عرقان وتعبان. فالإنسان يعني إخواننا يحلل صيامه ويشد ظهره بعدك لو دار أكل بعد العشاء. لكن في ناس يقول لك يا زول الفطور ده لازم نظبط له أمورنا يا زول رمضان ده أنت بتتخلص فيه وبتحاول تسيطر فيه على شهوة البطن، تشرب أي حاجة قدامك وتأكل أي حاجة قدامك. ولذلك كان بعض السلف يعني يتجنب طيب الطعام ويخشى من قوله تعالى في وعيد الكفار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، كانوا يخشون من هذه الآية. ولذلك جاء في البخاري أنه لما قتل أن 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 عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يوما صائما، فجيء له بالطعام، وكان عبد الرحمن بن عوف من الأغنياء رضي الله عنه، كان من الأغنياء، وكان مبارك التجارة، فجابوا له الإفطار بتاعه، وكان إفطار طيب، فوضع الطعام بين يديه فأخذ ينظر إلى الطعام ويقول قتل مصعب ابن عمير وهو خير مني، فلم يجدوا له إلا بردا إن غطت رأسه بدت رجلاه وإن غطوا رجليه بدا رأسه حتى جعل في رجليه الإذخر، وقتل خباب وهو خير مني فما فتئ وما برح يذكر من أصحابه الذين تقدموا بين يديه حتى بكى وترك الطعام وقام. فالإنسان يا أخواننا لا يكون همه بطنه، وكأنما يريد أن ينتقم من اليوم، يقول لك اليوم ده يا أخي في حاجات كثيرة. بعدين الشيطان بيغوش كثير من الناس، بيغوش كثير من في تعرف في ناس مشكلته الكبيرة ما بيقدر يصبر على الأكل، يعني ممكن الكسرة دي ما تحلى له إلا في نهار رمضان، يقول لك والله الكسرة دي يا أخي والله الليلة عاملينها عجيبة مرة واحدة،
ياخدي لو فوتناها دي تاني ما بتتلحق يعني كانك ما بتتلحق منه كويس. وهكذا فالإنسان يا أخواننا عليه أن يكون عنده من العزيمة وأن يربي نفسه على العزيمة. ولذلك قال يدع طعامه وشهوته لأجل يستشعر الإنسان أنه يترك هذه الشهوات لله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور المهمة التي يجب أن يراعيها الإنسان إن يا أخواننا يعتني عناية خاصة بحفظ لسانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المسلمين الآن يقول لك نفتقد الألفة بين الناس ونفتقد الترابط، وتلقى في منظمات وجمعيات شغولها كله إنه يربط بين المسلمين. من الأسباب التي تجمع الألفة إنه الإنسان يا أخواننا يربي نفسه على الكلام الطيب، ورمضان فرصة لذلك. إذا سمعت من إنسان كلمة سيئة تتذكر أنك صائم، هذه عبادة من العبادات، وتترك الرد عليه ابتغاء الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى، وتتعلم أن تصفع عنه وأن تقول له حسنا، وبذلك يا أخواننا الإنسان يكون كسب طيبة الكلام والتريث والرزانة في رمضان. من الأمور المهمة أن يعود الإنسان نفسه أو أن يتهيأ الإنسان للصلاة وخاصة صلاة التراويح. إخواننا عشان الإنسان يخشع وعشان يتذكر إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في عينيه أو في وجهه خطان أسودان من البكاء، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يسمع الناس قراءته من بكائه، وكان عثمان رضي الله عنه يقوم ليلة بالقرآن، وكان علي رضي الله عنه يقرأ بالقرآن حتى يصبح، وهكذا. لابد يا أخوانا الإنسان أيضا يأخذ بأسباب مادية، تأخذ بالأسباب. مما سمعت الأذان تبكر إلى المسجد وتتهيأ وتتنظف وتقرأ شيئا من القرآن وتتهيأ كأنما يقرأ القارئ هذا القرآن كأنما أنت تخاطب بهذا الكلام. لما تسمع وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا تظنن أن هذا العمل لغيرك. القرآن ده خاطب به نفسك، فتخاف وتوجل بعد الصيام وبعد القيام وبعد الأعمال الصالحة، توجل أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل منك، تخاف إنه ربنا سبحانه وتعالى ما يتقبل منا. وهكذا الإنسان يا أخواننا يهيئ نفسه ويعني يكون مستحضر هذه القراءة وقلبه غير مشغول بأمور الدنيا، فيفرق قلبه إلى نهاية الشهر، لأنه بتلقى الأيام الأولى من رمضان ما شاء الله المساجد ملان، فإذا ذهبت العشر الأول ذهبت كثير من الصفوف في المسجد وبقيت الصفوف الأول. ولذلك أخواننا الإنسان في رمضان هذه فرصة يخرج من رمضان وقد تعود على القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى في جوف الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ونقل ذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأيته فرأيت وجهه
فعرفت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فالإنسان يخرج من رمضان وقد تعود على قراءته للقرآن. رمضان يا أخواننا فرصة لتغيير الإنسان، لتغيير الإنسان في سلوكه، تغيير الإنسان في عقيدته. يقرأ الإنسان هذا القرآن في أثناء رمضان فوق ما فيه من الأجر ومن التلاوة وغيره، الإنسان يعيش مع هذا القرآن ويعني يجد الأوامر في القرآن ويجد المواعظ ويجد الجنة والنار ماثلة بين يديه في القرآن، فيغير في نفسه وكذلك يغير في سلوكياته، ويعزم ويحرص على أن يكون هذا الذي تعلمه في رمضان يكون له سلوكا يحافظ عليه إذا خرج من رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه للخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا فيه من الخطل والزلل. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، السلام. وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.